النقطة اللي تتليها ضرورة الثقة بالنفس، وهو من أهم الطرق للنجاح في الحياة العملية. الممرض بدون ثقة ولا شيء، الممرضة بدون ثقة ولا شيء. لابد من استحضار الثقة. خلاص أنا لما أكون عندي ثقة في أني أنا أؤدي العملية التمريضية أو أقوم بواجبي كممرض أو كممرضة، يجعل في داخلي حافز أني أنا أطور نفسي، يجعل في داخلي حافز أني أنا أكون قابل أني أكتسب المهارات وأتعلم بشكل أسرع. ولكن بدون الثقة يجعل بيني وبين النجاح جدار، جدار جدا جدا يكون صعب. فقضية أني أنا أجعل الثقة في نفسي يجعل لي قابلية لاكتساب المهارات، ويجعل عندي قابلية لأني أطور من مهاراتي التمريضية في العمل. أعتقد نقطة واضحة ومهمة جدا جدا. النقطة الثالثة متابعة التطورات خطوة بخطوة لمعرفة كل ما يستجد من أنظمة ومعلومات. إخواني أخواتي، عالم الطب وعالم التمريض دائما له مستجدات ودائما في تطور. لابد لنا من إخواني وأخواتي من متابعة هذه التطورات والمعلومات التي تستحدث خلال الفترات، بحيث أن تجعلنا نقدم عناية تمريضية ممتازة بعون الله تعالى للمريض. النقطة الرابعة وهي قضية الدعاء، والدعاء سبحان الله له سر من أسرار، وهو سر من أسرار التيسير الرباني لأمور في جميع أمور حياتنا. قضية الأول شيء، قضية لما أنا أدخل المستشفى أسأل، أو قضية في بداية هذا اليوم أني أسأل الله عز وجل أن يعطيني من خير هذا اليوم ويكفيني شر هذا اليوم. قضية نفس الشيء لما أكون رايح للمستشفى على عتبات باب المستشفى، أقول اللهم أني أسألك هذا اليوم من خير هذا اليوم، وأعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يسهل لي أموري في هذا اليوم، وأن يجعلني محبب من قلوب إخواني في المستشفى، وأن يسهل لي جميع الأمور. جدا جدا نقطة مهمة. وقضية زي ما ذكرت أختنا الأمل، أذكار الصباح والمساء، طبعا هذه نقطة أساسية، أذكار الصباح والمساء مهمة في حياة المرء المسلم بشكل أساسي، ولكن نركز على قضية الدعاء أو تخصيص الدعاء للمستشفى. قضية أن نتمنى أن الله عز وجل يسهل لنا التعامل مع المرضى، سهولة التعامل مع المرضى، سهولة التعامل مع الأطباء، سهولة التقديم، أن الله يسهل لنا أن نقدم عناية ممتازة، وقضية أنه يسهل لنا أمورنا النفسية. هذا من الأمور المستحبة أن الإنسان الممرض أو الممرضة يقوم بها. النقطة الخامسة، دع الكلاب تنبح قدر ما تشاء، فأخيرا هو نباح، وما ضر السحاب نبح الكلاب. طبعا هذه ترجع للممرض والممرضة في قضية أنه لما يواجه كلام يحس انه يجرح من كبريائه. فعلا قضية ان في ممرضين كثار فعلا واجهوا بعض الكلمات او بعض العبارات او بعض الجمل التي لا تليق، فكانت لقت او لقت النتيجة في الصميم. هذا الممرض ترك مجال التمريض، او هذه الممرضة تركت مجال التمريض. فأرجو من الإخوان قضية التذكير عن دعم هذا، الناس يتكلمون قدر ما يشاء ولا يؤثر في تقديمنا للعناية التمريضية. هذا إخوانا جالس يرقم. النقطة الأخيرة وهي الحرص على تحقيق الأخوة في العمل والبحث عن مسببات المشاكل والقضاء عليها. تكلمت عنها في نقاط سابقة، ولكن لابد أن نحرص على قضية مواجهة المشاكل. إخواني وأخواتي، المشاكل موجودة دائما، ولكن أن نتهرب عنها وأن ما نجعلها تحت ضوئنا الخاص ونبدأ نواجهها، يجعل من هذه المشكلة مستمرة معك. خلاص طول عمرك تبت المشكلة هذه مستمرة معك في القسم،
تبدأ المشكلة هذه مستمرة معك في المستشفى، مستمرة معك مع الطبيب، مستمرة معك مع رئيسك في العمل، مستمرة معك مع زملائك في المستشفى في القسم. لابد من مواجهة المشاكل ووضعها على تحت ضوئنا والبحث عن حلها بأسرع وقت، كفيل بأنه يجعل من حياتنا النفسية أكثر اطمئنانا وأكثر استقرارا لأداء عناية تمريضية. وزي ما قلت لكم قبل، الهدف أو المريض هو الضحية، أو المريض هو المستفيد من هذه الأجواء. لما أنا أكون إنسان إيجابي في حياتي في المستشفى، المريض هو المستفيد الأول، ولما أكون سلبي في المستشفى برضو المريض هو الضحية الأولى. قبل ما أكون أنا المستفيد وقبل ما أكون أنا الضحية، نرجع ونقول إن المريض هو الهدف وهو الضحية. فأرجو من إخواننا إنه أخواتي وضع هذه النقاط على صفحة حياتهم وأخذها مأخذ الجدية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأعتذر عن الربكة وأعتذر عن بعض التشويش. أول محاضرة أقدمها على مستوى تمريض للجميع، يعني صعوبة أن يتكلم باللغة العربية الفصحى لكي تصل بشكل واضح، واللهجة العامية طبعا لها تأثيرها، فأرجو أنكم تسامحون على التقصير. بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.